يعني اليوم يعني بالمجهودات ديال السلطات الاقليميه والمحليه تم الهدم ديال واحد البنايه اللي هي في العمر ديالها تقريبا واحد 75 سنه. فهذا الاطار هذا يعني هذه البنايه تهدمت في اطار التوسيع ديال شارع محمد الخامس اللي هو واحد الشارع اللي غيكون واحد المدخل ديال المدينه التشال ديال واحد المدخل اللي هو في المستوى. كما تمت العمليه ديال هدم الاقواس ديال اموغاي يعني مشكوره للجمعيه ديال ارباب المستودعات على الدعم ديالهم وفي نفس الوقت على المطابره ديالهم انهم حتى هما صبروا علينا تحيدنا ذاك يعني ذوك الاقواس ساهموا معنا حتى هما في يعني كاين لا بليبار ديالهم اللي سد اربع ايام خمس ايام انه في اطار الهدم ديال هاد الاقواس هادو. يعني شارع محمد الخامس غادي يكون في واحد الحله اللي هي مزيانه يعني كنتمنى من الله انه الاشغال تكمل في الوقت ديالها ويعني والساكنه والناس المر اللي هما كيدوزوا يصبروا معنا انه كاين لومبوتياج كاين واحد العدد ديال لي كونترنت على مستوى الشارع. الاشغال غاديه يعني في واحد الوتيره اللي هي مزيانه منذ الزياره ديال السيد العام يعني تقريبا واحد 20 يوم هذه كانوا لي ترافو يعني لي كونترانت كاين لي كونترانت ديال رامسا ولويونو وكاين لي كونترانت ديال السيد العام استطاع انه يجمع توت لي زانتيرفونو درت واحد رينو على مستوى البريود شونتي ديال الشركه انه يعني الحمد لله دابا لي ترافو غاديين كاع لي كونترانت اللي كانوا تحيدوا. نتمنى من الله انه الحمد لله العمليه تتم في واحد المستوى اللي غادي يعطي هذا الشارع واحد المستوى كبير من البنيه ديال التشيره. الاشغال ديال التوسعه كيفاش والتهيئه ديال الشارع، الشارع فيه ليكليراج ديالو فيه لي زيسباس فير ديالو في الجنب يعني كنبدي كيفاش حتى مشكور السيد العام انه حتى بالنسبه للبنايات اللي هما كيشكلوا خطر بحال هذه دابا اللي ردمنا بالنسبه لسيدي فارس وبالنسبه لهاد لي ديوبول اللي هما جاو على الشارع تم يعني التواصل بهاد الناس هادو انه يتفهموا هاد الوضع هذا ديال الشارع حيت انه الشارع غيعطي واحد الاستيتيك بالنسبه للمدينه ديال التشيره وهذا كاين هذا المدخل ديال العمل ككل ماشي غير بالنسبه للمدينه ديال التشيره.